طيب، واحنا بنتكلم على مباراه زي مباراه الامس الخاصه بالهلال السعودي ونادي الزمالك، في الحقيقه ما ينفعش نقول نادي الزمالك وما نذكرش نادي الاهلي، لان هما الاهلي والزمالك معروف قطبي الكره المصريه يعني. امبارح الاهلي فجر مفاجاه، وربما هي مفاجاه اسعدت كثير من الجمهور، وهي فكره اعلان اسم المدير الفني الجديد للنادي الاهلي وهو السويسري مارسيل كولر. ده اللي هيجي عقب البرتغالي سواريش. شايف السي في بتاعه ازاي؟ هل هيكون اضافه حقيقيه؟ هو رسميا هيتم اعلانه في مؤتمر صحفي يوم الاثنين. اولا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى التوفيق للكولار المدرب الجديد السويسري للنادي الاهلي. لكن لو بصينا يا استاذ احمد على النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي وحجم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، كان يستحق مدرب افضل من ذلك. اولا الدوري السويسري كله، حتى من كولر، حتى كولر يعني، كان في مدربين على مستوى اعلى من دوت معروضين على النادي الاهلي لم يتم التعاقد معهم. هو الدوري السويسري مش على المستوى المرتفع في اوروبا. هو طبعا حقق نتائج الى حد ما جيده، يمكن مع نادي بازل، مع منتخب النمسا حقق معاهم نتائج جيده، لكن برضه ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي. نتائج جيده جدا كمان، ده رفع التصنيف من 70 ل 20 تقريبا او اكتر. ما انا بقول لحضرتك حقق نتائج، بس برضه كان الاهلي يستحق مدرب افضل من ده. بس برضه ما نقدرش نحكم على المدرب الا لما نشوفه ان شاء الله ومع النادي الاهلي. يمكن فايلر برضه كان سويسري وما كانش معروف، حقق نتائج جيده جدا مع النادي الاهلي. كان فايلر ما عندوش سي في يعني. هو من المدربين الجيدين، بس انا كنت بتمنى ان النادي الاهلي يجيب مدرب له تاريخ زي مثلا كيروش، حتى زي جروس. الجروس دوت اصلا هو استاذ. معلش، كيروش حضرتك بتقول زي كيروش، ايه التاريخ الكبير؟ ما هو حتى رغم التاريخ اللي حضرتك بتقول عليه ما عملش اضافه كبيره للفريق. مين هو كروش؟ كيروش سواريش، اسف، انا بتكلم على سواريش، انا بتكلم على كيروش. كروش كيروش اللي هو ايه، طبعا عمل شكل جد جميل وشكل رائع لمنتخب مصر على الرغم من الامكانيات المحدوده لمنتخب مصر. بس هو كيروش بيدرب منتخبات ما هو رفض ان هو ايه يدربه، ودلوقتي بيدرب منتخب ايه الايران، تعاقد مع منتخب الايران. انا قصدي على نفس ايه المستوى، لكن نتمنى التوفيق ان شاء الله، ويكون، واعتقد ان اي مدرب غير سواريش هيكون كويس هل جدا. هل التغييرات الكثيره اللي بتحصل على المديرين الفنيين للنوادي بتاثر سلبا على اللعيبه؟ مفيش شك، مفيش ضغط على اللعيبه وضغط على الاداره كمان يعني، خاصه ان دلوقتي من السوشيال ميديا هي اللي بتحرك كل شيء يعني، الاداره واللاعبين والنتائج السيئه سواء للاهلي او للزمالك لما كان عنده نتائج سيئه بتاثر تاثير سلبي على المدربين واللعبين. واولا واخيرا هم اللاعبين هم الاساس في المقام الاول يعني، مع احترامي لكل المدربين، حتى لو عندك انت يعني مين احسن، مورينو احسن من مدربي العالم، او جوارديولا المدرب مانشستر سيتي، اللاعبين هم الاساس، هم اللي بينفذوا تعليمات المدرب، وهم اللي بيحركوا المدرب. مشكله الاهلي مش في المدربين اكتر من اللاعبين، يمكن اللاعبين اللي في الفتره اللي فاتت دول في لاعبين كتير جدا مستواهم بعيد عن مستوى النادي الاهلي. وده اللي حصل، وده اللي شفناه مع كيروش، اللي شفناه مع سواريش، واللي شفناه مع موسوياني، وشفناه مع اي مدرب تاني هيجي. مشكله الاهلي تدعيم الفريق بلاعبين متميزين في مختلف الخطوط للنادي الاهلي، وبعد كده ياتي دور المدرب. فاللعيبه الاساس، اقول لحضرتك على حاجه، يمكن الاهلي زمان كان اي حد بيدربه بيحقق نتائج، لما كان في لعيبه منتخب مصر اللي هم ابو تريكا ومحمد بركات ووائل جمعه، كان اي حد بيدربه بياخد بطولات، عشان اللعيبه كانت شايله هم المسؤوليه للفالينه اللي هم لابسينها. بس هم عارف اللي هو بيرتدي فالينه، هي فالينه النادي الاهلي، واحد من اعظم اقول ناديين في مصر، فهو عارف هو بيلعب ليه. الاهلي ده بطل افريقيا إيه؟ واكبر نادي في افريقيا، واخد بالك؟ بس هم قدراتهم كده يا استاذ احمد، هم قدرات اللاعبين كده يعني، ما تقدرش تظلمهم اكتر من كده. للاسف بعض الناس اللي بيختاروا في النادي الاهلي بيختاروا لاعبين بمجرد بس انهم يظهروا في مباراه او مباراتين، ما عندهمش القدره ان هم يمثلوا النادي الاهلي ويحققوا انجازات النادي الاهلي. ده اللي شفناه خلال الفتره.